السلام عليكم. مساكم الله بالخير يا شباب. شلون اموركم؟ انتم اول كان تطلعون، الحين خلاص اليوم ما عاد فيه خروج لكم، صحيح؟ طيب، اول شيء طبعا نبارك لكم. شغلوهم السبيكرات يا شباب، خلوا يسمعون اللي في الخلف. أول شيء طبعاً نبارك لكم تأهلكم للـ24 سابقاً، الآن بيصير 27، وبيلتحق معكم زملائكم الثلاثة اللي اختارهم طبعاً الجمهور. احنا دائماً الجمهور يا شباب عندنا شريك أساسي، فلا بد يكون عندهم صوت ويختارون من يرونه مناسب. أنا أقول كويس أنك في خلال هالأيام أنك تصل للجمهور، لأنكم الآن في مرحلة التعرف. الجمهور الآن جالس يتعرف عليكم، يشوف الناس هذول وش عندهم. أنا شفت هال27 شخص وبشوف وش محتواهم اللي راح يقدمونه لي خلال الـ90 يوم. فيجب يا شباب أن نراعي أولاً المولى عز وجل في الأسر اللي يتابعونا والأطفال اللي يتابعونا، لا من ناحية الكلمات ولا الألفاظ ولا الأشياء اللي نقولها على الهواء. لابد أن نقدم رسالة إعلامية ومحتوى إعلامي مطمئن. أجلس زين، أنت شو جالس كذا؟ مطمئن للناس وللأسر اللي يتابعونا. الشاشة هذه يا شباب صدرت نجوم الآن في ساحة الإعلام السعودي والخليجي، فأنا لابد أني أستفيد من الفرص. أنت ما جيت هالمكان إلا يعني خطوات أنتم تعرفونها، فأنا لابد أن يكون ذكي جدا وأستغل هالوجود وهالفرصة اللي أتيحت لي، لأني أنا ما أدري، ممكن السبت الجاي أنا اللي المغادر. أنتم عندكم مغادر السبت القادم، فلابد أني أنا أكون بعيد عن دائرة الخطر أقل شيء إلى أن أوصل
60 70 من البرنامج، بعدها عاد أكون سجلت حضوري وكل اسم. لكن بعد هالمشوار وهالتعب أكون أنا أول المغادرين؟ لا غلط، وراكم ناس وراكم جمهور وراكم برضه يعني مناطقكم وأماكنكم اللي تمثلونهم. ما دام الناس الآن وضعت الثقة فيني لابد أن يكون في مستوى هذه الثقة. أنا في أشياء في البداية أعجبتني فيكم، من ضمنها الرياليتي اللي أنتم الآن جالسين تقدمونه، يعني أنا أشوف حماس ما شاء الله من الجميع، وهذا أمر جيد، وأتمنى أن يكون هذا الحماس مستمر لنهاية البرنامج، ما يكون فيه فترات ونزول في المستوى. الجميع راهن عليكم، والجميع يعني عمل لكم مكان مهيئ لكم أنكم تبرزون مواهبكم. إن شاء الله برضو المكان الخارجي الآن أصبح جاهز، وبرضو تنطلقون فيه ويكون عندكم خيارات في اللوكيشنات وفي الجلوس، وما نكون كمجموعة واحدة، لأن لو جلسنا كمجموعة واحدة الناس ما تسمعنا، يصير فيه تقاطع أصوات، يصير فيه أشياء. لكن إذا أخذت مشعل، ما نمت كويس أنت، ما نمت كويس شباب، النوم ترى ضروري جدا عشان ما يكون ظهورك على الهواء يعني بشكل غير جيد. أنت عندك ساعات هواء لابد أنك تكون متواجد فيها بنشاطك وحضورك الذهني حتى تقدم اللي عندك من سوالف ومن رياليتي ومن يعني الشيء اللي أنت بتقدمه خلال هالساعات. الأخطاء يا شباب ما راح أتقبلها أبداً في هالبرنامج، لا من ناحية الهروب ولا من ناحية الجوال ولا من ناحية الأشياء هذه، وأنا أقولها لكم من الآن. الشخص اللي بيفكر إنه يهرب ولا شيء، أنا أقول له لا ترجع للمنتجع، لأنه غير مرحب فيك، ولا راح أستقبلك نهائيا. خلاص ما دامك هربت كمل هروبك، لا تجي. برضو موضوع الجوال، في أنظمة وقوانين في البرنامج لن نسمح أبدا بأي شخص إنه يتجاوزها، وأنا أقول لكل شخص يفكر إنه يتجاوز هالأنظمة جهز شنطتك من بدري. في نسخة سكريبت الأول أنا استبعدت 2، ما عندي مشكلة استبعد 4، من العدد عندي واجد ما عندي مشكلة. مثل ما قلت لكم في البداية هذه فرصة لابد أن يستغلها، ولابد أن يحافظ على فرصتي هذه وما أقتل حلمي اللي أنا جاي علشانه. الجوال ما منعت منه إلا لأن له أضرار عليك، إذا رجعت للهاشتاقات ورجعت للأشياء هذه علاقتك مع زملائك تتغير. الجمهور بطبيعة الحال لابد يكون يشتت المتسابق، إذا هو بيسمع الجمهور بيمشي على خط الجمهور بيتعب، ويدخلك في مشاكل مع زملائك. فما معنى منك الجوال علشان أن نحرمك من الجوال، ولكن علشان تعيش فرصتك كاملة. شباب التسعين يوم هذه صنعت مستقبل ناس كثير، فلا تستهينون فيها، غيرت مسار ناس، لا وظيفيا ولا مكانة اجتماعية ولا غيرها. الآن أنت الكاميرات كلها عليك والجمهور كله يتابعك، فلا بد أني أنا أستغل هالفرصة. موضوع مهم جدا يا شباب، أخوتكم وصداقتكم بينكم بين النسخة ما راح تنجح إلا إذا تكاتفتوا وصرتوا أخوان وصرتوا على قلب واحد وصار عندكم مناعة من كلام الناس اللي بيجيكم. إذا أنا كل ما تكلمت عن نواف ولا عن أحد من الشباب واستفزيته بدأ يطلع بشكل أمام الناس غير جيد، هذه مشكلة. ولا ذكرت له أن محمد مناحي ما يعطيك فرصة على الهواء وقاعد يسمع الكلام في زميله، هذه كارثة، وبيأخذونكم الناس محتوى لهم. أنا خويي مفروض أنه أقرب الناس لي،
أقرب من الإدارة وأقرب من المذيعين وأقرب من أي شيء، لأن هو اللي بيبقى لي. الناس هذولي ما راح يبقوا لي، يكملون في برامجهم وفي أمورهم، لكن هذا اللي أنا وياه في 90 يوم بكرة بنطلع مع بعض، بكرة بنتقابل برا. أقل شيء إذا قابلته برا يكون لي وجه وأنا أسولف معه، يقول والله يا أخي بيض الله وجهك، يوم كنا في البرنامج وكنت أحتاجك وجدتك الأخ والصديق اللي دعمتني في البرنامج، مو باللي بعتني على الطالعة والنازلة كل ما جاء شيء، لأنك أول من يضحي بزملائك. أنتم من قبائل ومن أسر لها اسمها ومكانتها، معروفة بالأخوة والصداقة، لكن هذه أمور تأكيدية حتى ما يصير مستقبلا شيء. شباب، الكنترول على النفس ضروري جدا، خاصة موضوع الألفاظ. أنت الآن يعني يتابعونك ملايين ومن دول خليجية وعربية، لا بد أنهم إذا شافوني أكون أمثل نفسي، أمثل يعني بلدي وأمثل مكاني خير تمثيل من الكلمات الطيبة اللي أنا أقولها. في كلمات بيكون عليها عقاب، أتوقع أنهم قالوا لكم وش الكلمات هذه. أنا هنا الآن أصبحت إعلامي وأصبحت نجم، لا بد أني أنا أراعي الكلام اللي أنا جالس أقوله، مو بكل كلمة تجي في بالي أقولها، لا. ومش صحيح المخرج كل شوي طالع فاصل بسبة كلمة ولا بسبة السوالف هذه. أنا خلاص من أركب المايك أكون مهيئ نفسي أني بإذن الله ما يسمع مني إلا الكلمة الطيبة، أكون جاهز. يعني في سوالف تمشي في الاستراحات وفي سوالف لا ما تمشي هنا، خط أحمر في الإعلام. يعني من أعلننا الثلاث كروت وصوت الجمهور أنه راح يكون معنا يا أهل ثلاثة، يعني ما تتخيلون فرحة زملائكم بهالخبر، لأنه جاهم يعني بصيص من الأمل أنه ممكن يشارك في البرنامج وممكن يكون له حظ في وجوده في سكريبت اثنين. فأنا أقول له نصيحة لوجه الله، لا تخلي أخطائك أطلعك من البرنامج، لأن ما راح نجامل أحد نهائيا، وراح يكون العقاب أشد من الفعل اللي أنت سويته. ممكن تشوف أنه فعل عادي، لكن تتفاجأ إذا عطيتك العقاب اللي ما راح نتهاون فيه نهائيا. أنا أقول لكم الكلام هذا من بدري عشان بكرة لو صار شيء وطلعت ما تقول والله الناس هذه ظلمتني، تقول لا، جانا تركي ووضح لنا هالأمور، فكل الأمور واضحة بالنسبة لنا. طيب، طبعاً الآن أعلن الأسماء اللي تأهلت بصوت الجمهور، ونبارك لهم ونقول إن شاء الله يعني راح يلتحقون معكم بإذن الله بعد مغادرتي من المكان. وأنا أقول هذه فرصة لهم وتوفيق من المولى عز وجل أولاً بأنهم أتيحت لهم هالفرصة واختارهم الجمهور. الاسم الأول اللي طبعاً حصل على الكرت الذهبي من الجمهور وصوت الجمهور هو المتسابق حاتم الحربي. أيضاً الكرت الذهبي الثاني اللي أيضاً منحه الجمهور للمتسابق خالد الروقي. وأيضاً الكرت الأخير من الجمهور الكريم قدمها أيضاً للمتسابق سلطان جلوي. موفقين إن شاء الله يا شباب. أتمنى أني ما أجيكم في موضوع استبعاد أو موضوع عقوبة، ونشاهد إن شاء الله نسخة مميزة. موفقين إن شاء الله.
هلا بيجونكم.